والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن دور المعجزة ما هو؟ قلنا بأنه يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بأن المعجزة هي لإثبات دعوى الرسالة من الرسول، عندما يقول الرسول إني يوحى إلي وإني مرتبط بالله سبحانه وتعالى بأحد أنحاء الارتباط، هذه دعوة تحتاج إلى إثبات وإلى دليل، والمعجزة لإثبات هذه الدعوة. الإحتمال الثاني أن نقول بأن المعجزة لإثبات مدعيات النبوة، لأن النبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى التوبة، يدعو إلى المعاد، يدعو إلى أصول المعارف، فلإثبات صحة ما يدعو إليه يحتاج إلى معجزة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قال بأن المعجزة ليست للأمر الثاني وإنما هي للأمر الأول. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول باعتباري أن تلك المدعيات أيضا يمكن إثباتها بغير طريق الإعجاز، أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله عالم وقادر وأن المعاد حق ونحو ذلك من أصول المعارف، هذه لا يشترط في إثباتها أن تكون من خلال النبي والرسول. غير النبوة وغير النبي والرسول أيضا يستطيع إثبات هذه الحقائق. فإذا لا توجد هناك أي ملازمة بين صحة هذه المعارف وبين ورود المعجزة على يد النبي، بل هذه المعارف يمكن إثباتها حتى لو لم يكن المدعي لها ماذا؟ نبيا. فإذا لا يوجد هناك تلازم بين صحة هذه المعارف وبين الحاجة إلى المعجزة لإثبات صحتها، بل يمكن إثبات صحة هذه المعارف من غير معجزة أيضا. لماذا؟ لأن هذه قضايا عقلية، قضايا برهانية، والعقل يستطيع أن يتثبت ماذا؟ من صحتها وعدم صحتها. النتيجة على هذا ماذا؟ النتيجة على هذا، التفتوا جيدا، النتيجة على هذا نحن إذا قلنا أن المعجزة لإثبات صحة هذه المدعيات، خب من يستطيع أن يثبتها من غير معجزة بعد، يحتاج المعجزة أو لا يحتاج المعجزة؟ ها؟ الذي يستطيع أن يثبت هذه المعارف وهذه العقائد من غير طريق المعجزة كطريق العقل، بعد يحتاج المعجزة أو لا يحتاج المعجزة؟ لا يحتاج إلى المعجزة. وهذا معناه أن المعجزة إنما نحتاج إليها للعوام، أما الذين يستطيعون الاستدلال على هذه المعارف من خلال الأدلة العقلية والبرهانية يحتاجون إلى المعجزة أو لا يحتاجون إلى المعجزة؟ فالمعجزة إنما هي للناس العاديين، أما للذين يستطيعون الاستدلال عليها بالأدلة العقلية يحتاجون المعجزة أو لا يحتاجون؟ فهذا معناه أن المعجزة إنما لطبقة من الناس دون طبقة أخرى.
ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول لا، أن المعجزة يحتاج إليها الناس جميعا، لأن المعجزة ليست هي بصدد إثبات مدعيات النبوة فيما يناله العقل من المعارف، وإنما المعجزة لإثبات صحة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما يأتي في الجزء الأول من الميزان صفحة 83 يعني في الفقرة السابعة، القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة لا دليلا عاميا، مضافا آخر الصفحة يقول مضافا إلى أن قيام البراهين الصافعة على هذه الأصول الحقة يغني العالم البصير بها عن النظر في أمر الإعجاز. المعجزة ليست لإثبات هذه المدعيات التي يمكن إقامة البرهان عليها، لماذا؟ لأن العالم الذي يستطيع أن يثبتها بالبرهان يستطيع أن يستغني ماذا؟ عن أمر الإعجاز. ولذا قيل، من هنا ذكر البعض ويرجون هذه الدعوة، ولذا قيل إن المعجزات لإقناع نفوس العامة، عامة الناس، الناس العاديين، لقصور عقولهم عن إدراك الحقائق العقلية. وأما الخاصة يعني الذين يستطيعون الاستدلال على هذه المعارف فإنهم في غنى عن ذلك، أي عن المعجزة. هذا أولا. وثانيا اكتبت جيدا، وثانيا أن القرآن نفسه والنبي نفسه لم يطالب الناس أن يؤمنوا بهذه المعارف تقليدا، ولو كانت المعجزة بصدد إثبات صحة هذه المعارف كان يقول للناس كما أقول لكم أن المغفات ركعات وتبلون مني تعبدا، أنا أقول لكم أن الله واحد لا بد أن تقبلوا مني ماذا؟ تعودا وتطالبوني بالدليل. ما دليلك؟ الدليل اللي يذكركم عن الحقائق، واحدة من حقائق هذا العالم ما هي؟ الله واحد، فلا تطالبوني بالدليل. مع أنك عندما تأتي أنت في القرآن من أوله إلى آخره وفي الأحاديث من أولها إلى آخرها فيما يرتبط بأصول الدين نحن لا نجد هناك أي مجال للتعبد، وإنما القرآن عندما يذكر الأمر العقائدي يستدل عليه في القرآن الكريم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يقولون هذا استدلال، هذا مو بيان أن الإيمان بالله فطري أو أن وجوده فطري. لماذا؟ لأن الآية قالت أفي الله شك. لماذا لا ينبغي الشك؟ يقول لأنه فاطر خالق، وإلا لو لم يكن خالقا لكان الممكن يوجد من غير علة. هذا استدلال على إثبات وجود الله، استدلاله على التوحيد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا القرآن ما يقول أنا أقول لكم الله ماذا واحد وعليكم أن تقبلوا، كما أقول لكم صلاة الصبح ركعتين عليكم أن تقبلوا، لا، يستدل على أن هذا الخالق واحد لا متعدد ببراهين عقلية. وخير شاهد على ما نقول انتم ارجعوا الى كلمات الامام امير المؤمنين في نهج البلاغة، الى كلمات الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق، تجدون ما من مسألة عقائدية سواء مرتبطة بالتوحيد او بالعدل او بالامامة او بالنبوة او بالمعاد او باي اصل من الاصول المهمة العقائدية الا والائمة والرسول الاعظم يستدلون على اثبات ذلك بادلة عقلية قطعية برهانية. خب اذا كانت تستدل عليها بادلة عقلية برهانية بعد لا حاجة الى المعجزة. واضح صار؟ اذا المعجزة ليست بصدد اثبات مدعيات النبوة مطلقا، لا لا، والا لو كانت كذلك لاستغنى عنها بعض الناس الذين يستطيعون اثبات تلك الحقائق من غير ماذا؟ من غير المعجزة. و
للازم ان يقولها القرآن تعبدا وليس كذلك. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: والجواب عن هذا السؤال ان الانبياء والرسل لم يأتوا بالآيات المعجزة بشيء من معارف المبدأ والمعاد. لماذا إذن يقول لنا انت عندما ترجع الى القرآن يقول انك توفي ذلك بحجة العقل والمخاطبة من طريق النظر والاستدلال كقوله تعالى: قالت رسلهم كلا شك فاطر السماوات والارض. وفي الاحتجاج على التوحيد قوله تعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وهكذا الاحتجاج على البعث واثبات التوحيد ونحو ذلك من المسائل. وانما سئل الرسل المعجزه واتوا بها لاثبات رسالتهم وانهم مرسلون من قبل الله واثبات الدعوه الرساله. حتى هنا اقصد نكته جيده التفتوا جيدا اليها، وهو ان الاستدلال على اصول الدين بالعقل بعد مناف للقران لو حث من القران يعني. والبعض يتصور انه احنا وانت عندما نقرأ الفلسفة او نقرأ علم الكلام ونحاول ان نستدل على اصول الدين بادلة عقلية اننا نريد ان نستغني عن ماذا؟ عن القرآن والرواية. يتصورون ان الاستدلال العقلي على المعارف مناف للطريق الذي رسمه القرآن والنبي الاكرم وائمة اهل البيت، مع ان هذا الطريق هو الطريق الذي رسمه من؟ رسمه القرآن والنبي واهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام للاستدلال على هذا المعارف. وإلا انت الان ابحث القرآن وابحث الرواية، اذا وجدت فد اصل من اصول العقائد القرآن او النبي او الائمة يقولون ينبغي ان تعتقد بها تعبدا اسقط لموضوع. بل حتى نجد انه في القضايا الفرعية الائمة عندما يريدون ان يبينوا حكما يقولون هذا وامثاله يعرف من كتاب الله. احنا جزافا لا نقول لكم كل ما عندنا فهو ماذا؟ فهو في القرآن. هذه انما اقولها. والسيد الطباطبائي يشير الى هذه النكتة، وهي ان العقل لا يقع في طرف معارض للقرآن والسنة، في طرف معارض للقرآن والرواية كما يتطور البعض. وانت البعض فقط تبدأ تتكلم معه على اساس الاسس العقلية يقول لا لا هاي فلسفة يونانية احنا ما عدنا شغل بي. انت احكي لي من الكتاب والسنة. هذا فرق ثالث فارق ان هناك تعارض بين ماذا؟ بين العقل وبين الكتاب والسنة. فاذا انت تريد ان تستدل يقول استدل من هنا، لا تستدل، كأن العقل شيء والكتاب والسنة شيء آخر. وخفي عليه أن القرآن في أصول الدين في أصول المعارف، أن الرواية في أصول الدين وفي أصول المعارف، كلها قائمة على أساس العقل. رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: بالحجة قامت السماوات والأرض. هذه الحجة مو مراد الحجة على الإمام الحجة، ها الحجة هنا الحجة المنطقية الحجة العقلية، بالحجة قامت السماوات. الله سبحانه وتعالى كل شيء أقامه على أساس برهاني على أساس محكم. فلهذا أهل المعرفة يقولون واحدة من أسماء الله البرهان. في الجوشن الكبير في الأدعية الأخرى تقرؤون أن واحدة من أسماء الله ماذا؟ يا برهان. بس ما تقول البرهان المنطقي له رصلة، لا بس انت ارجع الى البرهان في اللغة تجد معاني قريبة من الاستدلال والحجة واقامة الدليل ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنفسه ان يقول شيئا في اصول الدين تعبدا، فكيف انا وانت نسمح لانفسنا ان نقبل شيئا في اصول الدين تعبدا؟ الله ما لم يأذن لنفسه، الله ما طلب منا ان نقبل اصول الدين ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يقول حاجزوني عن الذي أقول كلام، أنتم حاجزوني وأتوا برهان المخالف. ولكن مما يوسف أنه أنت تأتي إلى واقعنا تجد أن البعض يريد أن تحاجزه ويقول لا 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 أبدا، شوف القرآن يقول أنا كل شغل.
على أي الأحوال. إذن هذه النقاط نقاط أساسية سير الطباطبائي إنما يؤكد عليها لهذه الوجهة. قلنا بالأمس أنه هؤلاء الذين أرادوا إنكار النبوة وطالبوا بالمعجزة كانوا على قسمين. قسم منهم قال لا يوجد دليل على ارتباطكم بالله، عدم الدليل على النبوة، على عدم الدليل على الوحي الخاص والارتباط الخاص. والقسم الثاني ما هو؟ الطريق الثاني هو وجود الدليل على العدم. اما وجود الدليل على العدم فبدأ من قوله انما انا بشر مثلكم، وهؤلاء تصوروا ان مقتضى البشرية هي المماثلة في كل شيء. وقلنا بان هذا الاستدلال القرآن ماذا يرفضه تماما، الرافض يقول نعم هو بشر بشر، ولكن البشرية بها فد درجة لو بها درجات متعددة، مو فقط بها درجات متعددة، أصلا درجاتها متناهية أو لا متناهية. يقول المحققون من علمائنا درجات التكامل الإنساني لا متناهية، لا تقف عند حد، لا يمكن أن تقف عند حد. لماذا؟ باعتبار أن كمالات الإنسان بأن يتحقق بالكمالات الإلهية وأن يتعرف عليها ويتجسد فيها، وهذه الكمالات متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، فلا معنى لأن يكون الكمال الإنساني كمالا متناهيا. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وأمره القرآن الكريم بأن يقول وقل ربي زدني علما، لا يقف عند حد. وهذا الذي معروف في كلماتهم بأن الإنسان موجود لا يقفي، يعني لا توجد هناك مرحلة يقف عندها يقول بعد أنا لا أستطيع أن أقعد. نعم الملائكة موجودات يقفين، يعني تصل إلى مرحلة بعد ماذا؟ وما منا إلا له مقام معلوم لا نتجاوزه. فلهذا في ليلة المعراج وجدتم لو جلوت عن ملدا لاحترق. الحيوانات لها مقام يقفي، الأشجار والموجودات الأخرى لها مقام يقفي. هذه النباتات هذه الشجرة مهما بقيت ونمت وتطورت تبقى في عالم ماذا؟ في عالم الشجرية والنباتية، ما تتجاوز هذه المرحلة بخلاف الإنسان. فالإنسان يستطيع أن يتساقل ليكون ماذا؟ بل هم أضل، وأن يتعالى إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. واضح. إذن هذه النقطة وهي أنه إذا كان بشرا فلا يحق له أن يوحى إليه، وإذا أوحي إليه فليس ببشر. بعد هذه المغالطة القرآنية، القرآن ماذا؟ المغالطة القرآن لا يقبلها. طبعا هذه مو فقط هنا ترد، ترد في مواضع متعددة كما ذكرنا بالأمس في مسألة ماذا؟ التصرف في نظام التكوين. التصرف في نظام التكوين لا يتنافى مع بشرية المتصرف. إذا صار بشرا هو مو معناه أنه إذا لا يحق له أن يتصرف. إنما أنا بشر مثلكم ليس معناه أنا مثلكم، يعني ماذا؟ يعني مثلكم في كل شيء. وإلا التفتوا جيدا، وإلا في هذا البشر يوجد العالم ويوجد الجاهل، يوجد الفاسق ويوجد ماذا؟ العادل، يوجد المعصوم ويوجد ماذا؟ غير المعصوم. رسول الله عندما يقول إنما أنا بشر مثلكم يعني يا مثل مثلكم يكون بما وفي البشر أكو فاسق، يعني مثلكم أعوذ بالله فاسق، يعني في البشر يوجد جاهل، يعني جاهل أيضا. أنت ماذا تقول؟ تقول لا مراد ما نسميه في المنطق مولانا حيوان الناطق أكثر ناطق، وإلا في واقع الأمر يوم تبلى السرائر سيتضح لكم بأنه أين هو وأين نحن. وهذا ما يتضح إن شاء الله في مبحث التجسم الأعمال اللي سيد الطباطبائي بنحو الإجمال في آخر هذه الآيات، يعني في آخر صفحة 89 سيشير إليها.
فلهذا هناك مبنى عند المحققين من علمائنا يقول بأنه الإنسان ليس هو النوع الأخير. وانت في المنطق تقرأ الإنسان شنو؟ ها؟ هو النوع الأخير. بعد تحته ماذا يوجد؟ يوجد أصناف وأفراد. محققو الحكمة المتعالية يقول ليس الأمر كذلك، الإنسان هو نوع متوسط وتحته أنواع أخرى. بعضها هؤلاء الناس يكونوا ملائكة، وبعضهم يكونوا شياطين، وبعضهم يكونون بهائم، وبعضهم. وهذا صريح الآيات والروايات التي لعلنا إن وقفنا على مسألة التجسم وتجسد الأعمال سنشير إليها. إذن القرآن الكريم هذا القول بأنه وهو الدليل على العدم يرفضه مباشرة. إذن نبقى نحن والدليل ماذا؟ ها؟ وسؤال الدليل عن الإثبات. يعني أنتم تقولون نحن مرتبطون بالله، ما الدليل على هذا؟ سير الطباطبائي رحمة الله تعالى في آخر صفحة 85 يقول: وتارة أخرى أقاموا أنفسهم مقام الإنكار وسؤال الحجة والبينة، مو مقام الاستدلال على ماذا؟ على العدم كما كان في الأمر الأول. أقاموا أنفسهم مقام الإنكار وسؤال الحجة والبينة على صدق الدعوة. لماذا؟ لاشتمال الدعوة على ما تنكره النفوس ولا تعرفه ماذا؟ العقول. مراد من العقول هنا يعني ما لا تعرفه العلوم الأصولية عندنا، لأننا الطريق إلى المعرفة منحصر بالكسب، وهذا الذي يقوله النبي من المعرفة وهو علمك ما لم تكن تعلم أو نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا نوع آخر من المعرفة، مو هذه المعرفة التي نعرفها، هذه مو من قبيل المعرفة التي ماذا نعرفها ونكسبها من خلال البحث والمطالعة والتعليم والتعلم، نوع آخر من المعرفة. فلهذا نحن نقول أن النبوة ليست كتبية، أن النبوة ليست تحصيلية. أنت تشتغل 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 فجوم تقول ماذا أنا صرت ماذا نبيا، لا هذا مو، أن النبوة هبة إلهية، وهكذا نقولها في الإيمان. أن الإمامة ليست كسبية، أنت مهما بلغت من مراتب الرقي والعلم والمعرفة والعمل والتقوى والزهد لا تصل إلى مقام الإمام، قد تكون معصوما ولكن لا تكون إماما. وكم فرق بين الإمامة وبين العصمة. والبعض يتصور أن الإنسان إذا صار معصوم إذا لابد شو يصير؟ ها؟ لابد يصير إمام. لا لا، ما هو منطقكم، ماكو ملازمة بين الأمرين. كل إمام معصوم، ولا تنعكس يعني وكل معصوم إمام. بعدنا شيء دليل، البرهان قام على أن كل إمام معصوم، وأنتم تعرفون بأن هاي الموجبة الكلية من الطرفين تحتاج برهان من الطرفين مو من طرف واحد، ولا تنعكس ولا تنعكس وكل معصوم فهو إمام، لأن الإمامة عقد إلهي. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى آية الإمامة يقول: ولا ينال عهدي الظالمين. لا يمكنه عن هذا العهد أن يناله الظالم، إذن لابد الله يعطي هذا العهد وهو عهد الإمام. على أي نحو قال لاشتمالها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول، وهذه البينة التي طالبوا بها هي ماذا؟ هي بيان المعجزة. حتى لماذا طالبوا البينة؟ التفتوا جيدا، هذا الذي قررناه لكم بالأمس، وهو أن النبي بيدعي شيئا خارقا للعادة. ماذا يقول النبي؟ ماذا يقول؟ يقول: أنا ارتبطت بالله. هسه إما من طريق ملك، إما من طريق مباشر، إما من وراء حجاب، أو أي طريق آخر، أي طريق، هذا الأمر متعارف أو خارق للعادة؟ خارق للعادة، فيحتاج إلى دليل لإثبات هذا المدعى. يقول: وبيان ذلك أن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يخصه القرآن إنما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي بلا واسطة أو بواسطة الملك. التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى الآيات المباركة التي تقول: وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا.
بلا واسطة او ماذا او مع الواسطة. وهذا امر يعني الوحي والتسليم الالهي بلا واسطة او مع واسطة ملك، وهذا امر لا يساعد عليه الحس ولا تؤيده التجربة. فيتوجه على هذا الامر الاشكال من جهتين، احدهما من جهة عدم الدليل عليه، وهذا هو بحثنا، والآخر من جهة الدليل على عدمه، وهو قانون المماثلة الذي تقدم الكلام عنها قبل ذلك. فإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر من أنفسهم. والمشكلة الأساسية أذهنكم على هذه القاعدة، كثير منا يريد أن يقيس، يجعل نفسه المحور ويقيس الآخرين ماذا؟ على نفسه. عندما يشوف نفسه ما يقدر يصير معصوم، يتصور ان البشرية العظمى عليها جنو ممتنعة. فاذا وجدنا انسان معصوما نقول بابا جغر، ولا ما يصير انسان يقدر يصير معصوم. هذا واضح ولا؟ لانه يجعل المركز وين؟ يجعل المركز هو، وهو يشوف بحسب قواه وامكاناته لا يمكن لاحد ان يكون ماذا؟ معصومة. فإذا وجد العقل في مكان قال أنها ماذا؟ بعد هذه مو اختيارية، وإلا الاختيار يقول إحنا بشر ليش ما نقدر؟ ملتفتين ولا؟ إذن القرآن الكريم نفس هذه الشبهة يقررها، يقول هؤلاء بحسب حواسهم تجاربهم قلوبهم مكتسباتهم يجدون بأن التكليم الإلهي ممكن لهم أو غير ممكن، غير ممكن لهم، فإما ينكرونها ويقيمون الدليل على عدمها، وإما ماذا؟ يطالبون الدليل بإثبات. يقول فإن الوحي إلى آخره لا يشاهده البشر من أنفسهم، والعادة الجارية، يعني هاي القوانين المعهودة في نظام المادة، والعادة الجارية في الأسباب والمسببات تنكر ذلك، يعني الارتباط بالله من خلال من طريق المباشر او غير مباشر تنكره، فهو امر خارق للعادة. يعني دعوة الارتباط بالله امر ما هو خارق للعادة. خب هنا تأتيها دعوة المنكرين، يقولون خب اذا انتم تدعون امرا خارقا للعادة، خب ائتوا بامر خارق للعادة اخر حتى نقول واقعا انتم ماذا مرتبطين بالله. تدعون امرا خارق للعادة، ما هو؟ وهو الارتباط بالله اما بطريق مباشر او غير مباشر، وهذا الطريق ليس طريقا طبيعيا. فاذا انتم تدعون القدرة على خرق العادة. حتى يثبت لنا ذلك تعالوا وائتوا بخارق للعادة اخر حتى يثبت دعواكم ماذا؟ الاولى. لان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. انت تقول انا عندي قدرة ان ارفع هذا الكتاب، لكن انا ماذا اشوف انت بترفع هذا الكتاب؟ تقول انت اللي تدعي عندك قدرة رفع هذا الكتاب، هو ارفع لي هذا الكتاب. فاذا انت رفعت لي هذا الكتاب الاخر قلت لي ليش؟ لانه هذا انا ماذا اشوفه انت بترفعه. الارتباط بالله انا ماذا احسه وقواي الطبيعية لا تصلني اليه. إذن أنت اللي تستطيع على هذا، ائتي بماذا؟ بمعجزة، ببينة، بآية حتى يثبت. فلهذا يقول، التفتوا جيدا، فلو كان النبي صادقا في دعواه، دعواه ماذا؟ الارتباط بالوحي الإلهي، نزول الوحي عليه، فلو كان النبي صادقا في دعواه النبوة والوحي، كان لازم تلك الدعوة أن النبي متصل بما وراء الطبيعة. فإذا كان متصل بما وراء الطبيعة مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة، وأن الله سبحانه يريد بنبوة هذا الإنسان والوحي إليه خرق العادة. فلو كان هذا حقا ولا فرق بين خارق وخارق آخر، كان من الممكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة من غير مانع. فطلبوا ماذا؟ طلبوا خرقا للعادة بشكل آية أخرى، وأن يخرق الله العادة بأمر آخر يصدق النبوة والواحد من غير مانع عن، فإن حكم الأمثال واحد. فإذا جاء ذلك
لابد ان يجوز ماذا؟ هذا. اذا امكن ذاك لابد ان يكون هذا ممكنا. ولكن هنا يوجد قانون في المعجزة سيدة طباطبائي ما اشار اليه، وهو ان القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس في البيت وينفذ كل اقتراحات الناس. يتبادر الى ذهنك انه حتى انا يثبت لي كل يوم واحد جايني باقتراح، انا جبت اتيت بالقرآن لإثبات ماذا؟ لإثبات اني قادر على خرق العادة. وذاك النبي جاء بإحياء الموتى، وذاك الذي جاء بإبراء الأكام والأمر برص وإلى غير ذلك. هسه الآن واحد جاي من البيت يقول لا أنا هذني أنا ما أقبله، أنا أريد فتخارق عادة من الطريقة الأخرى. شلون هذا؟ أن ترقى إلى السماء، أن تنزل إلى الأرض، أن تأتي بملك بعد. لا لا لا، المعاجز ليست أمور اقتراحية يقترحها الناس على النبي. أنتم تريدون خارق العادة؟ هتخارق. فلهذا تجد القرآن الكريم في جملة من الأحيان يقول الأنبياء كانوا يأتون بخارق العادة، يعني بالمعجزة، قبل أن يطالب بها ماذا؟ قبل أن يطالب بها الناس. فمعاجزهم ليست معاجز قائمة على اقتراح الناس عليهم واستجابة النبي لكل اقتراح. وإلا تدرون يونيو فلوتن وتقدر لو ما تقدر، يقول له بلي اقدر، يقول له خوش يلا سوي. هم بدأ تطلع شغلة هذه. احسنتم. ومن هنا تجد القرآن الكريم عندما تأتي معاجز او تأتي طلب للآيات المقترحة، القرآن الكريم يقول لنا لا، ليس الامر كذلك. النبي ليست وظيفته ان يستجيب لكل اقتراح يريد على اي نحو. قالوا أن يخلق الله العادة بأمر آخر يصدق النبوة والوحي من غير مانع، فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارق للعادة وهو طريق النبوة والوحي فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة. وهذا هو الذي بعث، يعني تصديق دعوى الرسالة مو تثبيت مدعيات ماذا؟ الرسول في أصول الدين. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة. كلما جاءهم رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة، وكان سؤال المعجزة لتأييد الرسالة وتصديقها لا للدلالة على صدق المعارف الحقة التي كان الأنبياء يدعون إليها مما يمكن أن يناله البرهان كالتوحيد والمعاد. ثم السيد العلامة يؤيد المطلب بمثال، هذا المثال بعد الإخوة يضاجع. يقول فقد تبين بما ما ذكرنا أولا، تبين ماذا؟ اولا التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة. التلازم اين؟ بين اني رسول وبين ان هذه ماذا؟ معجزة لإثبات دعوى الرسالة، وانها الدليل يعني المعجزة على صدق دعوى الرسالة. وهذا الامر يتفاوت فيه الخاصة والعامة او لا يتفاوت؟ ها؟ هذا مختص لو مشترك هذا الدليل؟ مشترك لا يفرق بين ان يكون الذي يدعي الذي يقول بالنبوة او يريد ان يؤمن بها ان يكون من طبقة تستطيع اقامة البرهان على المعارف، او تكون من الناس العاديين الذين لا يستطيعون اثبات ذلك بالمعارف. فلا يقول احد بان المعجزة للعوام، اما الخواص لا يحتاجون الى ماذا؟ الى المعجزة. هذه الدعوة اصلا من هذه الدعوة لا تحلل من الدين، لانه هذا يريد يتحلل من الدين. فماذا يقول هو؟ يقول بانه انا فوق الدين، الدين لعوام الناس. اما هسه تعال، طبعا هو همتين الدين صارت لعوام الناس بعد كل لوازمها من صلاة وصوم وحج وعبادات، هذه كلها بعد انتهت بعد هذه بالنسبة لي. على اي نحو قال لا يتوافق في ذلك حال الخاصة والعامة في دلالتها واثباتها. وثانيا ان ما يجده الرسول، هذه نقطة مهمة خلوا ذهنكم جيدا يا ابني، أن ما يجده الرسول والنبي من الوحي ويدركه منه من غير سنخ ما نجده بحواسنا وعقولنا النظرية والفكرية. هذا العلم الموجود عند النبي أو الموجود عند الإمام بنفس القرآن، ترى مو من سنخ العلم الموجود ماذا؟ عندنا.
سمق آخر، حقيقة أخرى، كيفية أخرى. فلهذا نحن قلنا في أبحاث الإمامة أنه واحدة من أهم شرائط الإمامة ومن أهم واحدة من أهم شرائط النبوة أنه يوجد عنده علم خاص. وقلنا مرادنا من الخصوصية يعني كيفية مو كمية. وأصدر هذا المطلب. فلهذا سيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الميزان صفحة هناك 79 عند كلام يقول كلام في معنى العصمة. الإخوة يراجعون المطلب من المطالب القيمة والمفيدة. يقول العصمة ناشئة عن علم مخصوص، وذاك العلم المخصوص لا نعرف منه إلا الاسم، وإلا حتى ما نعرف ما هو لم نتذوقه. هو تعبير لطيف. انت قد واحد يجي يسولف لك بأنه إفلام طعام هل قد لذيذ، هل قد كذا، هل قد الإنسان إذا أكله هكذا يلتذ، إلى آخره. من قبيل مثال أوضح ليش طعام، من قبيل لذة الزواج. تقولها لإنسان أساسا لم يبلغ الحلم. أنت مهما وصفت أنت تستطيع أن توصل إليه تلك الحقيقة أو لا. قد يحفظ مجموعة من الألفاظ ولكنه توصله إلى الحقيقة أو لا توصله؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتذوق حلاوة الحلاوة السكر. الطفل أو الإنسان الذي لم يتذوق ذلك قد يصفها لك أفضل وصف، ولكنه تذوقها شيء والعلم بها شيء آخر. من هذا السيد الطبراني يقول وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وهو خطاب، التفت للعبارة، وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه. ما ندري هذا العلم أي نوع من العلم. ليه سيدنا يقول إذ لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم والشعور، لأنه لمن من يريد أن يتذوقه لابد أن يكون نبيا ضاعف وأنبياء. نعم نعلم أن هناك علم مخصوص، والقرآن يعبر عنا بأنه ماذا؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. التفت جيدا، مرارا ذكرنا أن النفي إذا دخل على كان يفيد النفي الشأنية مو نفي الوجود فقط، مثل قوله تعالى وما كان ربك بظلام للعبيد. هذه الآية المباركة لا تقول لنا الله لم يظلم، تقول ليس من شأنه أن يظلم. هو أي فرق بين لا يظلم وليس من شأنه أن يظلم؟ أصلا ليس من شأن، أصلا صفات الوجود لا ينبغي أن يصدر من هذا العمل. هذه الآية المباركة تقول يا رسول الله أعطيناك علما، هذا العلم لم تكن تستطيع أن تكتسبه أنت وحدك. يعني مهما انت حصلت ومهما صعدت ومهما اكتسبت، هذا العلم تحصله لو ما تحصله؟ نفي الشأنية ما لم تكن تعلم مو ما لم تعلم. واضح؟ فلهذا يقول وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه اذ لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم والشعور. احنا ما متذوقي، نعلم علمه ولكن العلم بالشيء شيء وتذوقه ماذا؟ شيء آخر. وكم فرق بين من يتألم وبين من يعلم بالألم. هذا الذي يتألم يضج ويبكي ويصرخ، أما الطبيب الذي يعلم بالألم هم يضج ويصرخ أو لا؟ والطبيب يعلم بالألم لو ما يعلم بالألم؟ يعلم، ولكن العلم شيء والحقيقة شيء آخر. نحن مرارا نضرب هذا المثال، تقول هو فرق بين من يعلم الشجاعة وبين الشجاع. من يعلم الشجاعة يستطيع أن يجلس هنا على هذه المنصة مولانا وأسبوع يبين لك علم الشجاعة، ولكنه في الواقع الخارجي أسد علي وفي الحروب ناقته. هذا الإنسان بعد في الواقع الخارجي أثر الشجاعة موجود أو غير موجود. وهذا هو الفرق بين من هو الشجاع وبين من يعلمها الشجاعة ما هي. المفهوم غير الواقع الخارجي، احنا ندري المفهوم فقط. وعلمك ما لم تكن تعلم.
فلهذا يقول والذي يظهر غير أن الذي يظهر لنا من سائر كلامه تعالى بعض الظهور فإنه نزله على قلبك أو نزل به الروح الأمين على قلبك. شنو هذا النزل؟ حقيقة ما هو؟ ما هي الدرجة التي انتقل إليها الرسول بعد الوحي بعد العلم؟ لكن مطالب عن خارج عنه. فلهذا السيد الطبراني هذه النقطة هو يقف عندها. ليش هو يقف عندها؟ يقول ليس من سلخ ما نجده بحواسنا وعقولنا النظرية والفكرية، فالوحي غير الفكر الصائب. والفرق بين المقامين. وهذا المعنى في كتاب الله تعالى من الوضوح والصدوع، بحيث لا يركاب فيه من له أدنى فهم وأقل إنصاف. إذا هذا البحث كله على أي أساس؟ قائم على هذه النقطة، وهو أن النبوة ظاهرة بشرية يمكن اكتسابها أو لا يمكن. كل هم السيد الطبراني الذي ثبت ماذا؟ هسه ليش؟ قائل أن يقول ليش كل هم السيد الطبراني منصب على النقطة أن النبوة ليست ظاهرة بشرية، ليست نبوغ بشري؟ لأنه إذا صارت ظاهرة بشرية ونبوغ بشري، البشر يتكامل أو لا يتكامل؟ البشر يتكامل او لا يتكامل؟ والله وايد زين. اذا البشر ما يتكامل مدلع على شنو انا خاف؟ بلي ليش بعد اذا صار النبوغ بشري البشر يتكامل فيتجاوز النبي او لا يتجاوز النبي؟ ما خلاص انت واقعا لعد مولانا الحركة الجوهرية. لا ده مو مهم ماذا قلتم. المهم إذا قلنا أن النبوة ظاهرة بشرية وأن النبي إنسان نابغة، قد يأتي إنسان أكثر منه ماذا؟ نبوغا. وقد يتطور الإنسان إلى درجة فيتجاوز ماذا؟ الشريعة والدين الذي جاء بها النبي. أما إذا قلنا أن النبوة والوحي والشريعة ظاهرة ماذا؟ ظاهرة إلهية، بعد لا معنى لأن نقول بأن البشر يصل إلى درجة يتجاوز ظاهرة النبوة والشريعة. لأن الآن هاي الدعاوى موجودة تسمعوها هنا وهنا من 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 أعداء الإسلام وخصومه ومن بعض الجهلة من المسلمين أن الإسلام نزل إلى تلك القرون. والآن البشرية تقدمت تطورت وصلت إلى مراحل، فكثير من الأحكام كثير من العقائد كثير من المطالب كانت منال للبشرية في ذاك الزمان. أما أنا وأنت اللي نعيش الآن على أبواب القرن العشرين بعد كثير من ذيك العقائد ما نحتاج إليها. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم فسروا النبوة والوحي والكلام الإلهي والقرآن كله بتفسير بشري. فإذا صار تفسير بشري يمكن للبشر أن يصل إلى مرحلة ويتجاوز تلك الشريعة. وهذه وراء هذه الدعاوى هنا وهناك بأن الشريعة ثابتة، ولكن كل ما عندنا هو فهم بشري متطور. تسمعون أيضا هذه الدعوة في مثل هذه الأيام من البعض، قلت لكم من أعداء الإسلام ومن أصدقائه، ولكنه لا نعلم ما نقول عنه، أنه كل ما عند علماء المسلمين هو ليس إسلام وإنما هو فهم بشري للإسلام. وإذا صار فهم بشري صار ظاهرة بشرية، وإذا صار ظاهرة بشرية ثابتة لو متغيرة متحولة، متحولة متغيرة. فعلماءنا السابقين كانوا يفهمون ضرورة الحجاب بالنسبة للمرأة ذيك الشرائط، بل المرأة كان ينبغي لها ماذا؟ أن تتحجب. أما في مثل مجتمعاتنا المرأة نصف المجتمع، المرأة قوام المجتمع، المرأة 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 وحقوق المرأة، إذن هو الحجاب شنو ضرورة للحجاب؟ هذه بل في ذيك المجتمعات كانت مفيدة. فلهذا وقد انحرف يقول في ذلك جمع من الباحثين من أهل العصر فراموا بناء المعارف الإلهية والحقائق الدينية على ما وصفته العلوم الطبيعية، راموا تفسير هذه الحقائق على أساس ماذا؟ على أساس علوم التجربة وعلى أساس ما يناله الإنسان من الحس والتجربة.
وظاهرة الوحي تنال بالحس والتجربة أو لا تنال؟ ظاهرة الوحي يمكن التلبس منها في التجربة في المختبر أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذا لا واقعية له. يا بليش لعشان يقول يوحى؟ يقول ها في ذاك الزمان إذا كان يقول هذا النبوغ الناس ما كان يمشون وراه، فأفضل كان يقول لهم ماذا؟ ها؟ يقول لهم بابا وحي من الله والناس متعلمين أن يرتبطوا بالغيب، فإنما يقولوا لهم وحي هذا ومرتبط بما وراء الطبيعة الناس كان يقبلوا منه. فلهذا حاولوا أن يفسروا كل الشريعة محتويات الشريعة على أساس ماذا؟ على أساس مادي، على أساس تجريبي، على أساس يناله الإنسان في المختبر، فما قبل وجد في المختبر فهو مقبول وإلا فلا. وهذه هي نظرية أن الوجود يساوي ماذا؟ يساوي المادة، فكل موجود فهو مادي وكل مادي فهو موجود، وما لا تناله المادة والتجربة والمختبر فهو ماذا؟ فهو غير موجود. فلهذا يقول من أصالة المادة المتحولة المتكاملة، فقد رأوا أن الإدراكات الإنسانية خواص مادية مترشحة من الدماغ، وأن الغايات الوجودية وجميع الكمالات الحقيقية هذه استكمالات فردية أو اجتماعية ماذا؟ مادية. فذكروا أن النبوة نوع نبوغ فكري وصفاء ذهني يستحضر به الإنسان المسمى نبيا، يستحضر كمال قومه الاجتماعي، فيضع لهم قانونا وقواعد وعبادات وعقائد، ولكن هذا بحسب نبوغه الاجتماعي. ومن هنا ويتفرع على هذا الافتراض هذه الامور الاربعة او الخمسة. التفتوا جيدا، اولا ان النبي انسان مفكر نابغ يدعو قومه الى صلاح محيطهم الاجتماعي، وإلا مو مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، ويأخذ علمه مما وراء عالم المادة. لا هذا الإنسان استطاع أن يقف على مشاكل مجتمعه، ولكن له قدرات لا توجد عند الناس العادية. ثانيا أن الوحي ليس كما يقول هؤلاء وهو الارتباط بالله، بل الوحي هو انتقاش الأفكار الفاضلة في ذهني، يخلق فد أفكار معينة لصالح المجتمع. وثالثا ان الكتاب السماوي، فسكت القرآن كان انجيلا كان توراة ايا كان، مجموعة هذه الافكار الفاضلة المنزهة عن التهوسات النفسانية والاغراض النفسانية الشخصية. ورابعا ان الملائكة لا وجود لها وان الشياطين لا وجود لهم. نعم الملائكة اشارة الى تلك القوى الخيرة الموجودة في وجود الانسان، والشياطين اشارة الى تلك القوى الشريرة الموجودة في حياة في قوى الانسان. وخامسا، وهذه نتيجة تلك المقدمات، ان الاديان تابعة لمقتضيات اعصارها تتحول ماذا؟ بتحول تلك الاعصار. وسادسا ان المعجزات المنقولة عن الانبياء المنسوبة اليهم خرافات مجعولة او حوادث محرفة لنفع الدين. هذا ابو الكذب المصلحة، تسمعين بعضهم يكذب للمصلحة، هذول هذه المعاجز التي ذكرت في القرآن كذا، هذه كذب ولكن كذب لمصلحة اعتقاد الناس وحفظ عقائد العام عن التبدل بتحول الاعصار او لحفظ مواقع ائمة الدين. هذا التفسير السياسي لها. هذه جمل ما ذكروه. والنبوة تعبيره على طيف سيد الطباطبائي يقول والنبوة بهذا المعنى الذي يقوله هؤلاء لأن تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة إلهية. بعد هذه السياسة حكومة الناس هذه، ولكنه بهذا اللباس. مو البعض مولانا، كل واحد مولانا عدف الطريق لأن يصطاد الناس. واحد يصطاد الناس من طريق الدعاية وكذا، واحد يصطاد الناس من طريق الزهد، يصير زاهد حتى أن الناس يركضون وراه. واحدا يصطاد الناس من خلال دعاوى حق، كلمة حق يراد بها باطل. يقول هذه بعد سياسة، ولكن من أي طريق يريد أن يقود الناس؟ من خلال هذه دعاوى النبوة ونحوها. والكلام التفصيلي في أطراف ما ذكروه خارج عن البحث المقصود في هذا المقام. حتى أين يتعرف له؟ السيد الطبطبائي يتعرض لهذا البحث مفصلا في أوائل الجزء
الثاني من الميزان. والحمد لله رب العالمين.